بسم الله الرحمن الرحيم، متابعي قناة المفيد في الإلكتروتقنية، مرحبا بكم في درس جديد من الدروس التي تقدمها القناة. درس اليوم يعني فقط يعني توضيح عن إنسيرين. كما كتشوفوا هذا هو الريفرنس ديال هاد لاسيرين ديالنا 7.5T/1230 فولت. هاد لاسيرين كتخدم 230 فولت. فوالا عندنا فوالا لي كابل ديالنا الإخوان، هنا لي كابل داليمونطاسيون، داليمونطاسيون ديالنا هي هادي ياك. هنا هادو لي كابل، الى شفتي لا سيكسيون ديال هاد الكابل ماشي بحال لا سيكسيون ديال الكابل. دونك لي كابل لي عندهم اون سيكسيون كبيره كيكونوا ديال الاليمونطاسيون، دو كابل داليمونطاسيون. هاد لي زوتر كابل بور يعني شونجمون ديال الصونيت، شونجمون ديال لو تيب دو صونيت. غنشوفو نديرو التيست ديالنا ونشوفو. دونك غنعطيو الاليمونطاسيون غيبان لينا. سمعوا الصونيت الاولى كي دايره، فوالا هادي هي لا بروميير صونيت اللي كاينه، هادي نورمال. دونك باش نبدل لا صونيت كندير لا كونيكسيون ما بين الكري، الكري سي لو كومان، وواحد من هاد لي كابل. غنديرو خاصة اون كابل باش ندير لا كونيكسيون. بون، هذا هو الكابل ديالنا، دونك عندنا كيما قلت لكم الكوماند ديالنا هو الكري، هو هذا، ها هو هذا. غنديرو فيه هذا الكابل هنا، دابا غادي نخليها امارش. هذا ما كاين في هذا الفيديو، كنتمنى ان الشرح يكون مفيد، والسلام عليكم.